طيب انا سالت استاذ عادل عن المعسكر الحالي لفريق المريخ، اسالك برضو انطباعاتك عن المعسكر الحالي لفريق المريخ في مصر. رائع. علمت بهذا الأمر قبل أن أصل، وكما قال كابتن عادل لدينا كل شيء نحتاجه، لدينا كل التسهيلات المتاحة فيما يتعلق بالملعب والجيم وحمامات السباحة والساونا والجاكوزي والاستشفاء وكل ما نحتاجه للفريق وللمعسكر لكي نلعب ونتدرب بجدية ونؤهل نفسنا للمباراة. ومن المهم حين تلعب في هذه المجموعات أن يكون هناك تعاضد وتفاهم بين الإدارة والفريق الفني حتى نستطيع أن نركز على مهمتنا الأساسية، وهي أن نحاول أن نصل إلى نتائج إيجابية.